بص 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 شكرا. بس خالي استنى جيت بص ازيك يا حسين عامل ايه؟ ازيك يا عم؟ والله العظيم وحشنا يا استاذ. انا زعلان منك على فكره يا عم، انت قلت لي فين الهديه اللي انت كنت هتجيبها لي؟ الفلوس بره. ماشي هديك سيجاره، بس الاول قول لي ايه الدوشه اللي انت كنت عاملها امبارح؟ بس حلو قوي الجزمه الريدون ده يا استاذ خالد، يعني ان شاء الله انا لما ابيع الولعتين هجيب واحده ريدون. هجيب واحده ريدون يا ابني. هو مش كان بيسالك على حوار امبارح؟ اخد ولاعه. برضه ما قلتليش كنت بتتخانق ليه امبارح؟ ما تحورش. والله العظيم ما بحاور يا استاذ خالد، كنت اجيب لها كتاب وثلاثة كيلو من تحت الكوبري وسندوتش الحواوشي بخمسة جنيه، خمسة جنيه كده. مش كانت تقعد معايا سنة ولا سنة؟ وعلى عينيا كده وعلى عينيا كده ما دمرش فيها بنت المرة. مشيت مع واحد تاني بنت ابن المرة. حسام يا عم قوم قوم امشي قوم. كنا بنقول يا ابني انا شوت ده تالت. بص طب والله العظيم النهارده عامل فيديو، واحد قال لي تعالى معايا نوقف عربيات على الصحراوي. قلت له لا يا عم انا ما اوقفش عربيات. بقول لك ايه؟ هات ولع. عايز ولع؟ خد يا عم. مش بس بتنور يعني، هي مش شغاله. امين امين. خد يا خمسه جنيه اجيب لك واحده سليمه. قول لي بقى انت شغال ايه؟ يعني ولا انت ما بتشتغلش ومقضيها استلواح واستنطاع على اللي رايح واللي جاي، وجنيه من هنا وسجاره من هنا؟ يا عم شوف لك شغلانه بدل ما انت قرفنا. فكر، شغل مخ. عايز اتعلم صنع ويكون مع باشمهندس. الباشمهندس مش هيبص لكام كيني اللي انا باخدهم اخر الاسبوع، انما اشتغل مع معلم يا عم ويسراني. ده انا ياما اتضحك عليا يا استاذ خالد. يا عم طب احنا فيها، ما تيجي وانا اعلمك شغلانه. انت بتعرف تقرا وتكتب؟ ما انا ببقى هتكنن كده يا استاذ خالد، هتكنن وهي ماشيه مع الواد ابن بنت المره وما بيجيبلهاش الكوتيه. هو ايه الكوتيه ده؟ ايه الكوتيه؟ ايه اللي انت بتقول ده؟ كوتيه كوتيه ابو ثلاثة كيني ده، نراولة طرنشات تماحة كيتي سير. الكوكتيل يعني انت كل مشكلتك ان هي سابتك وانت كنت بتجيب لها كوكتيل؟ لا وكمان حواوشي ابو خمسة كيني. بقول لك من تحت الكوبري. ايوه يا معلم، ما هو في تحت الكوبري كوكتيل وحواوشي وكل حاجة. كوبري ايه ده اللي بيبيع كوكتيل؟ لا الكوتيل وانت ايه؟ والنراوله والتناحه. اسير اسير اسير. بس انا عجباني الجزمه الريدو. بيع الولاعتين. جيب واحده ريدو.